بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم طلاب الصف الثاني عشر مع درس جديد في مادة الكيمياء، والنهاردة إن شاء الله درسنا بعنوان مراجعة للمركبات الأروماتية أو مركبات البنزين والبوليمرات. طبعا ده الجزء الثاني او الحصة الثانية من المراجعة. احنا كنا عملنا قبل كده مراجعة في الكبريت والعناصر الانتقالية قبل كده، وده الجزء الثاني. اتمنى ان شاء الله تكون حصة موفقة وتشاركوا معانا وتستفيدوا منها ان شاء الله. اول جزء بنتكلم عنه المركبات الاروماتية. المركبات الاروماتية او مركبات البنزين، اول حاجه او ابسط عنصر في او ابسط مركب موجود عندنا في المركبات الاروماتيه هو البنزين. ما هي الصيغه الجزيئيه للبنزين؟ ايوه C6H6. ادي الرسمه بتاعه البنزين، ادي الحلقه السداسيه، في عندنا هنا حلقه سداسيه اهي في كل نقطه من دي سي 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 سي، وعندي هنا رابطه مع H. يبقى C6H6. قلنا طبعا أهم ما يميز المركبات الأروماتية أو مركبات البنزين هو الرنين. إيه هو الرنين؟ هو عدم تمركز إلكترونات الرابطة الثنائية أو إلكترونات الرابطة باي ودورانها باستمرار حول حلقة البنزين. في عندي جدول هنا بيوضح الروابط في البنزين. طبعا زي ما شفنا في الرسمة اللي فاتت، البنزين فيه روابط أحادية وروابط ثنائية. الروابط الأحادية أو اللي بنسميها السيجما، كام واحدة سيجما عندي؟ عندي 12 رابطة سيجما، والروابط الباي كام؟ 3، اللي هم مرسومين زي ما احنا شايفين الرسم هنا. الروابط الداخلية الثلاثة دول هم اللي بنسميهم الباي، باقي الروابط كلها سيجما. وفي طبعا 6 روابط سيجما مع الاتش، ودايما بنعرف ان الرابطة سيجما هي اقوى من الرابطة باي سهلة الكسر. لو انا قلت لك ارسم الرنين في حلقة البنزين، يعني ترسم لي الاشكال الرنينية للبنزين. عندي كام شكل البنزين؟ ممكن ارسم الشكل الاول او الرسم الاول اهو، ده الرسم الثاني، وممكن ارسمه بالصورة دي، حلقة البنزين وجواها الدايرة او الحلقة المكتملة دي. عندي التسميات، وقبل ما نروح للتسميات في عندي فسر سبب استقرار وعدم نشاط البنزين. بيجي لك سؤال مهم بيقول لك فسر البنزين مركب ثابت ومستقر، أو يتفاعل البنزين بالاستبدال أكثر من الإضافة. يبقى أنا عندي السؤال بيجي بطريقتين، أو يقول لك البنزين الروابط الموجودة في البنزين متساوية أو متساوية في الطول. ليه الكلام ده كله؟ ده بسبب مين؟ بسبب ظاهرة الرنين أو بسبب رنين الإلكترونات في حلقة البنزين. هنبدأ جدول التسميات او اسم الايوباك للمركبات التالية. اول واحد عندي هنا هو بنزين، وعندي الميثايل، فبنسميه ميثايل بنزين او الاسم الشائع للتلوين. المركب الثاني حلقة البنزين، وعنده فرع اسمه الاوتش، الاوتش بنسميه الهيدروكسيل او الهيدروكسي، فنسميه هيدروكسي بنزين او الفينول. في عندي الاسم الثالث هو بنزين، وعندي كربوكسايل او كربوكسي، بنسميه كربوكسي بنزين او حمض بنزويك. في عندي مركبات تانية او امثلة تانية للمركبات دي. انا عندي البنزين عنده فرعين، فرع OH وفرع NO2. ال OH بنسميه هيدروكسي، وال NO2 بنسميه نيترو. يبقى هنقول واحد هيدروكسي، 2 نيترو بنزين، أو الاسم الشائع بنقول 4 نيترو فينول. الأسهل ليك أنت بتسميه طبعا. بعد كده مركب تاني أو مثال تاني، أدي عندي Cl. Cl اسمه كلورو، كمان Cl اسمه كلورو. يبقى عندي كام كلورو؟ عندي ثنائي، مكانهم فين؟ 1 و3، فبنقول 1 و3 ثنائي كلورو بنزين. المثال اللي بعد كده هو بنزين، عندي فرع اسمه ميثيل او ميثايل، وعندي فرع اسمه نيترو NO2. مين الاقوى، الميثايل ولا النيترو؟ طبعا ميثايل اقوى، فبياخد رقم 1،
والنيترو بياخد 2، او ان احنا هنقول 2 نيترو تلوين كاسم شائع ابسط ليكم. في عندي المركب اللي بعد كده البروم والكلور. البروم والكلور بنفس القوة، بس هنرتب حسب الترتيب الابجدي، فالبروم هياخد 1 والكلور هنا هياخد 2. من يكتب الاول؟ برومو يبدأ بالبي ولا كلورو يبدأ سي ال؟ البي اولا، يبقى 1 برومو 2 كلورو بنزين. في عندي المركب اللي بعد كده عندي هيدروكسي وعندي برومو. من اقوى؟ طبعا الهيدروكسي هياخد 1، ولو انا رقمت هنا البرومو ده هياخد رقم 4، فبنقول 4 برومو فينول، او ممكن نقول 4 برومو 1 هيدروكسي بنزين. 4 برومو 1 هيدروكسي بنزين. المركب اللي بعد كده عندي 3 فروع، عندي OH هيدروكسي، عندي F فلورو، عندي NO2 نيترو. من الأقوى طبعا اللي هياخد 1 ال OH، وبعدين هنرتب ترتيب أبجدي، فهنقول فلورو في هيدروكسي في ال A النيترو. ال F يجي أولا، فبنقول فلورو 2 فلورو، بعدين 1 هيدروكسي و 4 نيترو بنزين، او بنقول 2 فلورو 4 نيترو فينول، اي واحد الاسهل ليك اكتبه. عندي امثله تانية. في عندي هنا برومو ونيترو، 1 برومو و 3 نيترو بنزين. في عندي ثنائي ايودو بنزين، 1 و 2 ثنائي ايودو، او بنسميهم اورثو. في عندي 4 ميثايل فينول، او ممكن اقول بارا ميثايل فينول. في عندي هنا 2 كلورو حمض بنزويك، او ممكن نقول اورثو كلورو حمض بنزويك، نفس الكلام. في عندي هنا ثنائي فلورو او ميتا فلورو، ميتا ثنائي فلورو بنزين، او 1 و 3 ثنائي فلورو بنزين. في عندي مركب اللي بعد كده 2 برومو تلوين. هنتكلم على الفينول بعد كده، ما هي الصيغه الجزيئيه للفينول؟ C6H5OH. ايه الرسمه بتاعه الفينول او التركيب البنائي للفينول؟ اهو حلقه بنزين وعندي OH، او بنسميه هيدروكسي بنزين زي ما اخذنا من شويه. تعريف الفينولات: هي مركبات هيدروكسيليه اروماتيه تتصل فيها مجموعه الهيدروكسايل، مجموعه هيدروكسايل او اكثر مع حلقه البنزين. طبعا احنا يهمنا واحد بس اللي هو الفينول، عنده OH واحده. ايه الخواص الفيزيائيه للفينولات؟ اول حاجه مواد صلبه باللوريه، درجه انصهارها وغليانها عاليه نسبيا بسبب لانها تحتوي على رابطه هيدروجينيه مهم يا شباب. بعد كده تذوب بنسبه قليله في الماء، تتاكسد بسرعه وتتحول للون البني، وطبعا لها رائحه مميزه. ما هي استخدامات الفينولات؟ مهم جدا عندنا طبعا. الفينولات بتستخدم في فينول ديتول، فينول ديتول مطهرات. ليه مطهرات؟ لأنها لها القدرة على قتل الميكروبات والبكتيريا أو الجراثيم. الاستخدام الثاني عندي المهم هو الكريمات أو مذيبات في المواد الطبية. في عندي سؤالين مهمين جدا 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 بتاع فسر، مهمين جدا. أول واحد بيقول لي فسر الفينول مركب حمضي، ليه؟ هتقولي لأنه يعطي الفينول، طبعا خدنا في حلقة بنزين وعندها OH، الإتش بتطلع تروح للمية. تقول لي لأنه يعطي للماء أيون الهيدروجين الإتش اللي فوق، ويتكون أيون الفينوكسيد الثابت برنين حلقة البنزين. السؤال الثاني أخوه برضو نفس الدرجة، والاثنين مهمين جدا. بيقول لي الفينولات أكثر حامضية من الكحولات الألفاتية، ليش؟ لأن أيون الفينوكسيد أكثر ثبات من أيون الألكوكسيد، وممكن تقول لي إيثوكسيد لو اتكلمنا على الكحول الإيثيلي. وطبعا السبب في الكلام ده هو الرنين في حلقة البنزين.
بعد كده هنتكلم على المعادلات. المعادلات مهمة جدا 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 في حالة الفينول. عندي معادلتين والاتنين لازم الفينول بيتفاعل مع حاجة فيها صوديوم، يا اما في فلز الصوديوم بس. وبنعمل ايه؟ بنروح نبدل ان ايه، هتروح تبدل مكان الاتش، اشيل اتش واحط ان ايه، هيديني فينوكسيد الصوديوم اهو، ويتصاعد غاز الايه، الهيدروجين. الحالة التانية مع هيدروكسيد الصوديوم، فينول مع هيدروكسيد صوديوم، نفس الكلام، هروح ابدل مين؟ ان ايه، ان ايه تروح تتبدل مكان الاتش، نخرج اتش ونحط ان ايه، هيديني برضو فينوكسيد الصوديوم اهو، وبيطلع او بيتكون معايا الماء. الناتج العضوي الرئيسي في المعادلات السابقة هو مين؟ فينوكسيد الصوديوم، اللي هو ده وده، فينوكسيد الصوديوم. وعند تفاعل الفينول مع الصوديوم بيديني الهيدروجين، التفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم بيديني الماء. بعد كده هنتكلم على البوليمرات. ما هي البوليمرات؟ ايه الفرق بين البوليمر والمونومر؟ احنا قلنا قبل كده ان البوليمرات هي مركبات ضخمة او مركبات عملاقة تتكون من جزيئات صغيرة متكررة تسمى مونومر. يبقى المونومر ده هو الجزيئات الصغيرة، والبوليمر هو الجزيئات الكبيرة او الضخمة او العملاقة. في عندي جدول مهم جدا بين بلمرة الاضافة وبلمرة التكاثف. ايه الحكاية؟ قال لي ان بلمرة الاضافة نوع المونومر، في حالة الاضافة بيبقى نوع واحد، في حالة التكاثف بيبقى نوعان. في عامل حفاز او كسر الرابطة الثنائية، في حالة بلمرة الاضافة بنحتاج لعامل حفاز، بالتالي بيقول يوجد. في بلمرة التكاثف لا يوجد عامل حفاز. طب ليه بنحتاج العامل الحفاز؟ قال لي عشان نكسر الرابطة الثنائية. الرابطة الثنائية تبقى موجودة في بلمرة الاضافة وغير موجودة في بلمرة التكاثف. الحاجة الأخيرة عدد النواتج. في بلمرة الإضافة الناتج بيكون ناتج رئيسي واحد فقط أو بوليمر فقط. يبقى في حالة الإضافة بيدخل نوع واحد من المونيمر وبيطلع نوع واحد من البوليمر، أو يدخل ماء واحد مونيمر واحد ويطلع بوليمر واحد. في حالة التكاثف بيدخل نوعين مونيمر ويطلع لي مركبين أو ناتجين، واحد ثانوي واحد رئيسي، أو ممكن أقول بيطلع بوليمر وماء، وهنا ممكن أقول بيطلع بوليمر فقط. بعد كده هناخد أمثلة على البوليمرات اللي عندي. طبعا ده بولي إيثين. ليش إيثين؟ بولي إيثين أو بولي إيثيلين، الاتنين صح. خد بالك في هنا سي سي وبينهم رابطة أحادية، وعندك الأقواس وعندك الإن. عندك هنا سي سي رابطة أحادية، عندك الأقواس وعندك الإن. طبعا هنا ده البولي فينايل كلورايد اللي فيه سي ال، وده البولي إيثين، يعني ده هنا وده هنا. خد بالك بولي فينايل كلورايد ده اللي فيه سي ال، والبولي إيثين أو بولي إيثين سي و اتش بس بدون ال ال، بدون سي ال. نعمل جدول مقارنة سريع للبوليمرات المشهورة عندي. في عندي البولي إيثين، إيه المونيمر بتاعه؟ إيثين. عندي البولي كلوريد فينايل أو بي في سي، إيه المشهور المونيمر بتاعه؟ فينايل كلورايد. في عندي النايلون، إيه المونيمر بتاعه؟ حمض أديبك وثنائي أمين وهكسان. في عندي البولي إستر، حمض ثنائي وكحول ثنائي. طبعا ده نوع البوليمر سواء كان طبيعي او صناعي، كلهم صناعي. اول واحد هناخده هو البولي ايثين. هنا بناخد الايثين اهو، ده ايثين سي 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 2 وعنده رابطة ثنائية. ناخد منه كم واحد؟ ان. يبقى ان ده يمثل عدد المونومرات. بنعمل ايه؟ طبعا هنا في عامل ايه، حفاز. الرابطه الثنائيه بتتكسر تتحول لرابطه احاديه، ونفتح رابطه، نفتح رابطه ونحط الاقواس ونحط الان. ده البولي ايثين او بولي ايثيلين. ما هي استخداماته؟ بيستخدم في اكياس البلاستيك و
تغليف الطعام وعبوات المياه. زميله اللي بعد منه هو بولي فينايل كلورايد او بي في سي، هناخد ان برضو نفس اللي عملناه فوق، بس هشيل اتش واحط مكانها سي ال. يبقى انا الفرق بين البولي ايثين والبولي فينايل كلورايد او البي في سي، شلت اتش من المونيمر واحده منهم وحطيت مكانها سي ال. نفس الكلام في عندي الايه، العامل الحفاز. بعد كده بنتكلم على المثال الثاني لبلمرة التكاثف، هي النايلون 6-6 والبوليستر. وده في سؤال مهم بيجي عليهم، اجيب لك رسمة زي كده او اجيب لك رسمة زي كده واقول لك حدد لي المونومرات المكونة لكل منهم. شوف كده، اكتب صيغة المونومرات المكونة للنايلون. ادي النايلون اهو، هنعمل ايه؟ هنيجي في الوسط كده عند الرابطة دي اللي هي الرابطة البيبتيدية ونكسرها، نفصل. يبقى انا عندي الجزء ده لوحده، الجزء ده لوحده اهو، وبعدين نرجع لهم الجزيئات المفقودة او الذرات المفقودة. لما عملت بالمرة عملت ايه؟ شلت او اتش من الناحية دي وشلت اتش من الناحية دي، هرجعها تاني. يبقى بالتالي هرجع هنا او اتش وارجع هنا او اتش، والناحية التانية هنا ارجع لهم ايه؟ اتش، وهنا برضو ارجع اتش. يبقى انا عندي ناحيتين، هنا كل ناحية برجع لها او اتش، يطلع لي اهو رجعت او اتش يطلع لي حمض ادبك، وهنا رجعت اتش يطلع لي ثنائي امينو هيكسان. ما هي الاستخدامات الشائعة للبوليمرات؟ عندي البولي ايثين زي ما قلنا من شوية، الاكياس البلاستيك وتغليف الطعام، بولي بروبين حبال وسجاد. عندي البولي فينايل كلورايد او بولي كلوريد فينايل بيستخدم في خراطيم المياه وانابيب المياه، بولي استر الملابس والستائر واشرطة المراكب، والنايلون الملابس والخيام المظلات. عندي جزء بعد كده اللي هي البوليمرات الايه، الطبيعية. البوليمرات الطبيعية دي يا اولاد مهمة جدا. اول حاجة بنعرفها ان انا عندي النشا والسليلوز، الاثنين دول المونيمر بتاعهم مين؟ الجلوكوز. اها الجلوكوز، بس خد بالك ان ده اسمه الفا وده اسمه بيتا. يبقى ما هو المونيمر في حالة النشا؟ الفا جلوكوز. ما هو المونيمر في حالة السليلوز؟ بيتا جلوكوز. ودي طبعا كلها بوليمرات طبيعية. اخر واحد عندي، اخر البوليمرات الطبيعية هو مين؟ هو البروتين. البروتين ده ايه تركيبه؟ ايه المونيمرات بتاعته؟ الاحماض الامينية. يبقى لو انا قلت لك سؤال، ما الفرق بين النشا والسليلوز من حيث الذوبان في الماء؟ ها النشا ايه؟ النشا يذوب في الماء والسليلوز لا يذوب، او بالمعنى ادق النشا يذوب في الماء الساخن. طيب البروتين، ما نوع الروابط بين جزيئات الاحماض الامينية المكونة للبروتين؟ هي الروابط الايه؟ رابط البيبتيدية. وديا من الأسئلة الحاجات المهمة عندنا جدا. بعد كده بيقول لي ما المجموعات الوظيفية اللي موجودة في الأحماض الأمينية؟ هي مجموعة الكربوكسايل ومجموعة الأمينو. أي حمض أميني فيه كربوكسايل وفيه أمينو، وفيه طبعا في الوسط كربون بتصل بينهم. آخر جزء عندي وظائف أو استخدامات أو أهمية البروتين. اي ثلاثة اختارهم؟ اول حاجة البناء والهدم في الجسم، حماية الجسم والمناعة، نقل المواد الغذائية في الهيموجلوبين، نمو العضلات والشعر، انزيمات، هرمونات، كل دي بروتينات. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حصة المراجعة النهاردة، او الجزء الثاني من المراجعة الخاصة بالبنزين والمركبات الأروماتية والبوليمرات. طبعا كما هو معتاد لو في أي سؤال أي استفسار بنتواصل مع بعض أو مع مدرس الصف بتاعك. شاكر ليكم وبالتوفيق دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.